هذا واستقبل رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سعادة السيد ياسر بن حسن المسحل والوفد المرافق له بمناسبة زيارته لمملكة البحرين لتقديم ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 والذي سيتم تقديمه تحت شعار معا لمستقبل آسيا كملف متكامل للاتحاد السعودي الشقيق لاستضافة الحدث الآسيوي الكبير. وخلال اللقاء رحب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بوفد الاتحاد السعودي لكرة القدم الشقيق في بلدهم الثاني مملكة البحرين واربا عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين على امتداد جذورها التاريخية. وأكد أن الاتحاد البحريني لكرة القدم يساند الملف السعودي المتكامل لاستضافة النهائيات الآسيوية عام 2027 مشيرا إلى أن الملف يمتلك كل مقومات النجاح لاحتضان أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة الآسيوية داعيا الاتحادات الصديقة بمنطقة غرب آسيا للتوحد خلف الملف السعودي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 مؤكدا أن هذا الدعم سيعطي الفرصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة لإثبات التطور الكبير والنقلة النوعية التي أحدثتها كرة القدم السعودية على مستوى القارة الآسيوية خصوصا بتواجدها المتكرر في المحفل العالمي الكبير كأس العالم خلال 5 مناسبات كأحدى العلامات المضيئة في التاريخ المشرق للكرة السعودية خصوصا والآسيوية على وجه العموم. اجتماعنا اليوم مع الوفد السعودي برئاسة أخي سعادة الرئيس ياسر المسحل لحضور لتقديم الملف غدا للاتحاد الأسيوي لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الأسيوي وكذلك الأمان العام للاتحاد الأسيوي. وهذه المناسبة يعني التقينا مع الوفد المرافق تعبيرا للعلاقة الوطيدة ما بين الاتحادين وكذلك الروابط العميقة ما بين قيادة البلدين والشعب البحريني والسعودي كذلك. وهذه الروابط يعني بينت اليوم بالوفود المتواجد اليوم من لاعبين قدامى من أعضاء مجالس الإدارة الاتحادين وتبادلهم في الكلام الجميل فيما يخص يعني كرة القدم والكلام بشكل عام ومجرد لقاء معبر ما بين الاتحادين وكذلك مبادرة من الاتحاد البحريني لدعم الملف السعودي وهذا واجب علينا كمملكة البحرين بأن ندعم ملف المملكة العربية السعودية لاحتضان كأس الأمم الآسيوية لعام 2027. أول شيء صراحة احنا عاجزين عن الشكر لكل أهل البحرين وتحديدا حقيقة للشيخ علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني على حسن الاستضافة وعلى حسن الاستقبال اللي ما هو بغريب على أهل البحرين. زي ما تفضلت السعودية والبحرين واحد ودعم الشيخ علي تحديدا واتحاد البحرين لكرة القدم ملف استضافتنا كان من أول يوم أعلننا نيتنا للترشح واليوم حضورنا لتعزيز هذه العلاقة المتأصلة الوطيدة وإن شاء الله بحول الله بدعم البحرين ودعم باقي الأشقاء نتمكن بإذن الله من الفوز بملف الاستضافة 2027 بحول الله.